في فقرة أحدث أخبار الساعة، أكدت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور في 20 من مايو 2024 أن المغرب بلد رائد عالميا في مجال مكافحة التغيرات المناخية، بعدما خطى خطوات كبيرة نحو تحقيق هدفه المتمثل في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5% بحلول عام 2030. على هامش حفل توقيع مذكرة تفاهم في بنغرير لإطلاق برنامج تعزيز مرونة التعاونيات بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومنظمة Give Directly وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بدعم من المكتب الشريف للفوسفات، أبرزت المسؤولة الأمريكية الدور الحيوي للنساء والشباب في قيادة جهود المغرب في تعزيز هذه الريادة، ليس فقط عن طريق الحد من الانبعاثات، ولكن بطرق متطورة لدعم المجتمعات للتكيف مع التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية. من جانبها، أكدت نائبة رئيس الشراكة في منظمة Give Directly أن الحكومة المغربية تتمتع برؤية ثاقبة في السعي إلى دمج تغير المناخ في جميع الأنشطة الحكومية، من الاستثمار في الطاقات المتجددة وتحسين البنية التحتية إلى دعم التعاونيات والقطاع الخاص للتكيف. مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج تعزيز مرونة التعاونيات تندرج في إطار مبادرة جديدة تركز على دعم جهود المغرب في التكيف مع تأثيرات أزمة المناخ، وسيوفر البرنامج التدريب والإرشاد والتمويل المناخي للتعاونيات والمقاولين الأكثر عرضة للهشاشة في المناطق القروية بشكل أساسي. يعد هذا البرنامج المكون الأول من محفظة المناخ الجديدة التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في المغرب، ويتضمن تمويلاً من الوكالة وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية وGive Directly بتعاون وثيق ومستمر مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وسيقدم منحاً مالية تتراوح ما بين 3,000 و9,000 دولار لأكثر من 1,000 تعاونية ومقاول.